تعدي وطن الكويت سلم كل المجد وعلى جبينك طالع السعد وطن الكويت وطن الكويت شكرا للزميل احمد خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي، الكتيبة الزرقاء حطت في كوريا الجنوبية في سيئول لمواجهة محارب تايغوك الكوري الجنوبي في مباراة الأمل الأخير للكويت لانتزاع بطاقة التأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم 2014. كوريا الجنوبية هو الدواء المر الذي يجب أن يشربه المنتخب الكويتي حتى يتعافى ويكمل مشواره. عشاق الأزرق يتساءلون متى يصحو منتخب الكويت من غفلة الزمن، متى يعود الزمان ليبقى الموج الأزرق معمل ومصنع للرجال جاسم يعقوب، فيصل الدخيل، فتحي كميل، سعد الحوطي وعبد العزيز العمري، والقائمة تطول. هذه المباراة بالنسبة للكويت حرب، نعم حرب كروية، ومن منا لا يكره الحرب، ولكنها إذا فرضت باتت واجبا قوميا أن تحب وأن تعشق من أجل أن تبقى الراية شامخة. منتخب الكويت ما عنده حل وسط، يفوز يتأهل، وبهذه الحالة يعلق أمل كوريا الجنوبية بتعثر لبنان أمام الإمارات في هناك مباراة المقامة في أبو ظبي. أمنيات كل العرب منصبة على تأهل منتخب الكويت ولبنان إلى التصفيات النهائية بعد فقدان أمل الإمارات للتأهل. للتاريخ، للتاريخ، فأفراح الكويتيين الكروية بنيت على جراح الكوريين الجنوبيين. ووصل الأزرق الكويتي مونديال 82 بعد إقصاء كوريا الجنوبية، ورفع كأس آسيا 1980 بعد أن أجهز على الكوريين الجنوبيين 3 لا شيء في النهائية. وبالتالي الكوريين يدركون أنهم أمام معذبهم وقاهرهم تاريخيا، فالخوف والرعب حاضر هنا في استاد سيئول في كوريا الجنوبية. نستعرض وياكم كتيبة الأزرق في هذا اللقاء. في حراسة المرمى نواف الخالدي، في خط الدفاع من اليمين لليسار محمد الفريح، يعقوب الطاهر، مساعد ندى وفهد عوض، في خط النص يلعب فهد العنزي وطلال نايف وفهد الأنصاري ووليد علي، في المقدمة يوسف ناصر وبدر المطوع. بينما كتيبة الشمشون الكوري الجنوبي في هذا اللقاء بحراسة المرمى يونغ سونغ ريونغ، في خط الدفاع يلعب شوا يو جين وكذلك كواك تاي هوي ولو يونغ سو وأو بيوم، إلى جانب أيضا في خط النص يلعب باك وون جاي وكيم سانغ سيك وكيم دو هيون، وفي المقدمة يلعب لي دونغ غوك وبارك تشو يونغ، وأيضا يأتي خلفه لي كيون هو، وأيضا هناك متواجد في الوسط اللي هو هان سونغ وون. إذا بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ في هذا اللقاء في مباراة تاريخية، مباراة الكل ينتظرها بشغف هناك في الكويت وكذلك في كوريا الجنوبية. والصافرة تبدأ من حكم اللقاء الياباني
الحكم يوشي نيشيومورا، ثاني أفضل حكم في القارة الصفراء بعد الأوزبكي أبراموتوف. شوط المباراة الأول، كرة اللعب عبر المدافع الواك واكتاي هوي، بينقلها في وسط الميدان وتعود إلى الوسط مرة ثانية إلى كواكتاي هوي. كواكتاي هوي يحتفظ في الكرة وبيلعب كرة طويلة الآن، ولكن بيضايق دفاع وتوصل بيخلصها فهد عوض في اللعبة الماضية. تعود مرة ثانية للوسط وكرة بتبعد ساعد ددا إلى فهد العنزي، مرة ثانية بيحاول فيها منتخب الكوري وتوصل لي كيون هون، ولكن بيضايق فهد عوض وبيطلعها إلى برا الملعب، رمية جانبية، رمية تماس لمنتخب كوريا الجنوبية. راح يلعبها اللي هو شو هون جين، تنقل توصل في وسط الميدان منقولة، ولكن بيشيلها ساعد ددا، تلعب في الوسط وهنا مضايقة وفاول بصفارة من حكم اللقاء الياباني. هذا هو بدر المطوع، الجمهور الكويتي سعيد جدا في هذا اللاعب لحصوله على من ضمن أفضل هدافين على مستوى العالم وهداف آسيا في السنوات العشر الأخيرة. كرة بتتنفذ من مساعد بيلعبها أمامية إلى وليد علي، ولكن يبدو لي أن هناك مضايقة وحكم اللقاء بيمنح فاول لمصلحة فريق المنتخب الكويتي، أو هي رمية تماس. فهد عوض وتسديده هي الأولى في طريق الوصول إلى مرمى يونغ سونغ ريوك. الهدف واضح، الوصول إلى هذا المرمى يونغ سونغ ريوك. وتعود إلى مساعد ندى بدورة بيلعبها في وسط الميدان، تنقل مرة ثانية إلى بدر المطوع إلى وليد علي، ولكنها برا منها. صرح مدرب المنتخب الكوري الجنوبي شوا كانغ هي، قال أعرف كل كبيرة وصغيرة عن منتخب الكويت، وأن قوة المنتخب الكويتي على الأطراف يمين ويسار. ورد عليه اللي هو جوران مدرب المنتخب الكويتي، عليك أن تركز على هذا الجانب حتى تعطي المجال لبدر المطوع ويوسف ناصر للاختراق في العمق. فبالتالي كان هناك تصاريح هنا وهناك، ولكن الآن خلاص عندنا 90. يا سلام مرور، كرة بيحاول وتمريرة إلى بدر المطوع داخل المنطقة، بيحاول مرور حكم اللقاء ماذا يقول؟ في إعاقة، في إعاقة من اللاعب شوا هين جين، هو هيون جين. يا بارو يا باني يا إندار، ويعتذر بدر المطوع. راح نشوفها بالإعادة، راح نشوفها بالإعادة، ولكن هي الروح الرياضية تأتي وتسمو من بدر المطوع، لكن نشوفها بالإعادة. والله هي إعاقة، إعاقة واضحة، لاحظ رافع يعني على الأقل مشي، ما تستاهل بطاقة صفراء، وكان بالإمكان يعني احتساب خطأ لمصلحة فريق المنتخب الكويتي. وبالتالي طبعا المنتخب الكويتي عانى من التحكيم في مباراة الذهاب، والكل تحدث عن ذلك عندما كان بالإمكان أن ينتصر على المنتخب الكوري في ركلة جزاء كان من حقه، ولكن حكم اللقاء آنذاك الإيراني كان له كلام آخر، وبالتالي نحترم قرارات التحكيم. كرة تعود توصل في وسط الميدان، تعود الآن ولكنها إلى خارج ملعب. هناك مباراة ما بين المنتخب العربي اللبناني والمنتخب الإماراتي الذي غادر رسميا المنافسة على هذه البطولة. كرة تلعب إلى فهد عوض، ينقلها في وسط الميدان، بيحاول المرور إلى الأنصاري، ولكن يبدو لي هنا مشاركة وحكم أو يوسف ناصر، يوسف ناصر اللعبة الماضية، والكرة بيتحصل عليها وتبعد إلى برا الملعب، إلى برا الملعب. وليد علي، رمية تماس، رمية تماس، مباراة الطرفين حذرين حتى الآن مع بداية هذا اللقاء. وهذا المدرب شوا كينغ هي واضح يعني القلق منذ البداية. طبعا لما نرجع للتاريخ
نرجع للتاريخ، فمنتخب كوريا الجنوبية آخر من عذبه وآخر. هنا كرة ملعوبة لفهد العنزي، فهد بيحاول، شوف الجمهور، شوف الجمهور شلون يخشى فهد العنزي، ومجرد ما تصل الكرة يحاول أن يربك ويحاول بصيحات من خلال التأثير المعنوي. هنا إلى وليد علي، والكرة بتطلع إلى برا الملعب إلى رمية جانبية، رمية تماس لمنتخب الكويت. المنتخب الكوري آخر من أبعد، آخر من أقصى من الوصول إلى مونديال كأس العالم للتاريخ، ومنتخب الكويت في مونديال عام 82 عندما كان هناك لقاء نسخة طبق الأصل من هذا اللقاء في مباراة منتخب الكويت ومنتخب كوريا الجنوبية، وانتصر المنتخب الكويتي بهدفين مقابل لا شيء بتوقيع عبد العزيز العامري وناصر القانم. فبالتالي هذه آخر نتيجة من خلالها خرج وودع الكوريين كأس العالم. لا عاد بعد ذلك، لا والله الكوريين نتكلم عن زمان، عن 31 سنة انقضت عن تاريخ 29 إبريل عام 81، ولكن اليوم نحن في عام 2012 في السنة الكبيسة، في 29 اليوم السنة الكبيسة، والله مباريات عفيسة كثيرة في كأس العالم، وواحدة من هذه المباريات تشاهدون الآن ما بين منتخب الكويت ومنتخب كوريا الجنوبية هناك في الديار الكورية في سيئول. كرة راح تلعب وبتنقل عبر وسط الميدان، بينقلها المنتخب الكويتي. وليد علي بيشتت وبيرسلها الى اللي هو فهد العنزي، ولكن واضح ان هناك رقابه مفروضه على فهد العنزي، تنفذ وترسل الى فهد العنزي مره ثانيه، تطلع الى برا ملعب الى رميه جانبيه. حبايب المتابعين، مشاهدي الجزيره الرياضيه، وكل من ينضم لنا الان تشاهد لقاء يعتبره الكويتيين ملحمة وطنية، ملحمة وطنية ضد المنتخب الكوري لخطف بطاقة التأهل للدور الحاسم. فهل ينجح؟ فهل يحقق أمنياته وأحلامه وطموحه؟ ونقول هارد لك للمنتخب السعودي الذي غادر التصفيات وودع حلم المونديال لمصلحة المنتخب العماني الذي فاز على تايلاند. هنا محاولة شايد بيلعبها، الله وليد، لو ساقطه بس، لو فالته من ايد حارس المرمى، لو رايحه على يونغ سونغ ريوك. يا وليد يا وليد، الله على اللعبه الماضيه، شوف 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 التقدم، شوف التسديد، الله لو نازله بس، الله لو نازله راح تولع ارض الملعب، راح تولع كوريا الجنوبيه باكملها. بتطلع الى برا ملعب، ركله ركنيه لمصلحه المنتخب الكويتي، راح تتنفذ عن طريق بدر المطوع، بدر بيلعبها، توصل بالراس بيشيلها عند حارس المرمى، ولكن يبدو لي هناك فاول، فاول لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي بمشاركة مع حارس المرمى يونغ سونغ ريونغ. لاحظ الإعادة مرة ثانية، وهناك فعلا في مشاركة واحتكاك من خلال يوسف ناصر لحارس المرمى الكوري، يثبتها حارس المرمى اللي يحرس مرمى سامسونج بيل وينغز، عنده 40 مباراة دولية مع المنتخب الكوري، ويعد خليفة رسمي للحارس الأسطورة اللي هو لي وو جاي. كرة تتنفذ، بدر المطوع، إلى هذه الإعادة طبعا للمشاركة، واضح أن بدر المطوع تحت رقابة مفروضة عليه من لاعب المنتخب الكوري، وين ما ذهب وين ما حل في ديار أرض الملعب، وين يروح يلعب برا ما يصير. فبالتالي على حكم اللقاء أن يعني ياخذ باله في مثل هذه الأمور، وكان هناك شك في ركلة جزاء، ولكن حكم اللقاء أعطى بطاقة صفراء للتمثيل. كرة بتلعب إلى بدر، بيلعبها هو طلال نايف الى وليد، وليد يلعبها لفهد عوض، فهد يلعبها في الى طلال نايف مره ثانيه، ولكن كره ما تمر الى وليد،
يلعبها في المنتصف، وليد علي مره ثانيه الى فهد اللي بدوره يمررها في نص الملعب، لكنها ما تعدي، تعود الى وليد علي. يا سلام، حلو حلو المحاولات وحلو القدره الفنيه الرائعه للاستحواذ على الكره. فهد العنزي يشتري كره رياضيه عاليه بالاعتذار من اللاعب شواه يون جين الذي يلعب في فريق القوات المسلحه الكوريه، وهو فريق سانغو. كره اللعب توصل الى الجهه اليسرى لمنتخب كوريا، مرور ناجح وتقديم كره عرضيه وبتوصل الان، ولكن هنا تعود وبشيلها. برافو برافو برافو، طلعها بالوقت المناسب وبيخلصها طلال نايف لاعب العربي ولاعب المنتخب الكويتي. عاد اليوم ما في لا عربي لا قادسيه لا كويت لا كاظمه، كل الانديه كلهم تحت رايه منتخب الكويت، والكل تحت رايه الازرق من اجل الوصول الى الادوار الحاسمه في تصفيات كاس العالم ل 2014 في هناك في البرازيل. ركله ركنيه كوريه، وحارس المرمى لمنتخب الكويت نواف الخالدي، وتحذير لمساعد ندى الذي يتولى رقابه احد اخطر المهاجمين لي دونغ غوك اللي يتميز بقدرات هائله في صناعه وتسجيل الاهداف، هداف دوري ابطال اسيا براقبه مساعد ندى. كل امنيات لمساعد بالتوفيق. كره اللعب وتنحط بالراس والى برا الملعب، الى برا الملعب. شهدت هذه المحاوله من المدافع المتقدم اللي هو لي جونغ سو لاعب فريق السد القطري، ويعتبرون الكوريين اهم لاعب حاليا بالفريق لانه هو العالم في الشؤون الخليجيه، لانه محترف في فريق السد القطري، وهو من فاز في بطوله اسيا مع فريق السد. والله عاد السد عملها ورفع رؤوس العرب هنا في الديار الاسيويه، هنا في الديار الكوريه، لما لا؟ ليش ما يعملها الازرق؟ فاز السد في 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 ديار الشمشون الكوري، وبين انصاره وبين جمهوره كل شيء يصير. ما في مستحيل في كره القدم، ما في مستحيل في اجتهاد خلال 90 دقيقه. هنا دفاع بيبعد هذه الكره اللي هو بارك وون جاي، يلعب على فهد العنزي، فهد بيعيدها الى الخلف وتعود الى المنتخب الكويتي، ولكن الى برا الملعب، الى برا ملعب، رميه جانبيه للمنتخب الكوري. تتنفذ الرميه تماس للمنتخب الكويتي. والله عاد مباراه يبيلها اعصاب، يبيلها تركيز، يبيلها دعاء الوالدين في مثل هذه الامور. كره توصل اللاعب فهد العنزي، ولكن تطلع الى برا ملعب رميه جانبيه، رميه تماس لمنتخب كوريا، رميه تماس للمنتخب الكوري. تلعب الرميه وتعود الى الجهه الوسطى من كيم دون هيون، بيقطعها بشكل رائع وبيحصل عليها فهد الانصاري، يلعبها الى فهد العنزي، فهد يلعبها عرضيه خطره بيشيلها الدفاع وتلعب. برافو برافو برافو، هنا المحاولات، وهنا جعل المنتخب الكوري تحت الضغط من اللاعب يوسف ناصر لاعب نادي كاظمه، وكره اللعبه خلفيه انما كانت سهله على حارس المرمى. عاد مطلوب اليوم، مطلوب الهاب المرمى المنتخب الكوري والثلث الدفاعي. طبعا المنتخب الكوري كره اللعب، التعادل يكفي للوصول الى الدور القادم يدا بيد مع المنتخب اللبناني. هنا الكرة بتتنفذ، بتلعب عرضية وتوصل وخطرة الآن، خطرة للمنتخب الكوري، بيحاول فيها لي كيون هو مهاجم خطير، وإلى خارج ملعب. هذا هو اللاعب المنتخب الكوري لي كيون هو، بتلعب الكرة وتعود إلى شواه يين جين، هيوجين يلعبها، شلا الدفاع طلعها بطريقة رائعة وتوصل مرة أخرى من الأنصاري، الأنصاري يلعبها مباشرة إلى يوسف ناصر اللي بيشتتها من أمامه كواك تاي
موي الى برا ملعب. قائد الفريق هو كابتن منتخب كوريا الجنوبيه، بيبعد الكره من امام يوسف ناصر. رميه تماس راح تتنفذ لفهد عوض، رميه جانبيه للمنتخب الكويتي. حتى الان نقدر نقول ان في تكافؤ ما بين المنتخبين. منتخب الكويتي قدر انه يوصل لمرمى فريق كوريا، تصدى مره حارس المرمى، وهناك ايضا حذر دفاعي، ولكن الضغط مطلوب منتخب الكويت. كره بتلعب وتوصل على طول، يلعبها الى فهد العزي، وتعذر خطا خطره داخل منطقه شايد. ما في متابعه، ما في متابعه للقطه الماضيه للعبه يوسف ناصر، اللي عاده هو اللي يكون متابع، ولكن المره هذه هو اللي قام في دور التسديد على مرمى الكوري يونغ سونغ ريونغ. يونغ سونغ ريونغ حارس سامسونج الكوري الجنوبي. يعقوب الطاهر وهنا في مشاركة واحتكاك، تتنفذ الكرة مرة ثانية، يلعبها في وسط الميدان وإلى برا ملعب، رمية جانبية لكوريا الجنوبية. هذا بارك تشو يونغ هداف كوريا في التصفيات برصيد 6 أهداف، يعني نص أهداف كوريا من هذا اللاعب رقم 10. كرة اللعب توصل إلى المنتخب وتعود إلى كوريا وشايت، ولكن ما توصل إلى نواف الخالدي، ما توصل إلى نواف الخالدي، تعود إلى قلب الدفاع. كابتن الفريق اللي هو كواك تاي هوي بيلعبها أمامية، توصل للمنتخب الكوري، بينقلها ويلعبها الى شواه يونجين. شواه يونجين بينقلها الامام، يحصل عليها على طول وليد علي في اللعبه الماضيه، ولكن الكره ما تعدي. جانب من الحضور في هذا اللقاء في ملعب ضخم جدا، طبعا حضور كبير جدا في ملعب يسع 66,000 متفرج، الذي يستضيف هنا يبدو لي المدرب كوران ويتكلم مع حكم اللقاء. مباراة في هذا الملعب، ملعب سيول، ملعب كاس العالم، التقى المنتخبين عبر احصائيات الاتحاد الدولي 20 مرة فاز المنتخب الكويتي 8 مرات كأكبر فريق عربي يهزم كوريا الجنوبية، وتعادل 3 مرات وخسر 9 مرات. كرة اللعب في وسط الميدان وترسل ناحية اليسار، محاولة ولكن الكرة ما تمر، إنما بيتصدى لها يعقوب الطاهر، بيشتت وبيطلع الكرة إلى برا الملعب. صافرة من حكم اللقاء، رمية جانبية. المباراة مقامة في مدينة سيول وفي ضاحية مامبو جو المعروفة بكثرة الجامعات والمباني الحكومية على استاد سيول. هنا المحاولة للمنتخب الكوري، طبعا عبر هنا ومن الديار الكورية كان أول تنظيم لمونديال كأس العالم آسيوي بالمشاركة مع اليابان، ثاني تنظيم سيكون بإذن الله تعالى في دولة قطر. يوسف ناصر حكم اللقاء، وواضح أن هناك يعني تأثير صوتي من قبل الجماهير الكورية في محاولة ل يعني نقول تنكيد معلويات المنتخب الكويتي، ولكن يعني عادة المنتخب الكويتي وعبر التاريخ ربما مثل هذه الأمور، وحتى من قبل لعب بالتنظيم أو بالفندق، تزيد إصرار عندما يكون هناك ضغوطات، تزيد إصرار، تزيد عزيمة، تزيد معنويات، على خلاف لما يكون وضعية عادية جدا. هنا كرة ملعوبة توصل إلى فهد عوض، فهد عوض الكرة معه الآن، بيلعبها إلى العنزي. ركز وتنقل مرة ثانية ومرة أخرى تعود إلى بلد يحصل عليها يوسف.
يوسف ناصر، ولكن يوسف ناصر خطف الكرة ما بين اثنين مدافعين. فهد عوض يتقدم ويتجه للعمق تقريبا ويحاول يعدي الآن، كرة معاه فهد وبلعبة عرضية وتبحث عن قدم تحولها إلى المرمى، ما تلقى، تدور قدم للاعب فريق المنتخب الكويتي ما تلقى، كرة بتلعب مرة ثانية. هناك المنتخب الإماراتي يتقدم على شقيقه اللبناني بهدف مقابل لا شيء بحسب ما تأتينا الأخبار هناك من أبو ظبي. وبالتالي طبعا يبقى الأمل للمنتخب اللبناني للتأهل على جراح المنتخب الكويتي إذا انتهت على ما هي الأمور على ما هي عليه. طبعا كرة توصل وتعود إلى فريق المنتخب الكوري الجنوبي. طبعا تعادل منتخب الكويت أي نتيجة غير فوزة يودع التصفيات، أي نتيجة غير فوز منتخب الكويت معناتها إلى التصفيات القادمة. كرة تعود إلى يوسف ولكن بتمر من يوسف ناصر وتطلع إلى برا الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس قدم حتى الآن منتخب الكويت مستوى أداء ضغط ثقة بالقدرات، ولكن ما ينقص المنتخب الكويتي النهاية. ينقص الآن منتخب الكويتي لاعب هداف، لاعب يعرف طريق المرمى، يعرف شلون يضعها ويزرعها في الشباك الكورية هنا في سيول، وكرة بتلعب وتنقل إلى بالكعب من فهد العنزي، بالكعب من فهد العنزي ولكن ما تكتمل، وترسل عبر الجهة اليسرى إلى لي جونغ تسو. لي جونغ تسو يهدي اللعب، يلعبها لكواك تاي هوي وترسل إنما الكرة. طبعا إذا فاز منتخب الإمارات وفاز منتخب الكويت يغادر منتخب لبنان. منتخب كوريا يلعب حتى بالخسارة، فوز منتخب الإمارات على لبنان من مصلحة المنتخب الكوري لأن بجميع الأحوال راح يتأهل. كرة إلى وليد علي، كرة مع وليد يلعبها في نص الملعب إلى بدر المطوع، بدر كرة بيراوغ وبينقلها إلى يوسف ناصر، يوسف يلعبها إلى الأنصاري، الأنصاري إلى يوسف مرة ثانية، يوسف بيهدي ويلعبها ناحية اليمين وانطلاق الآن للمنتخب الكويتي ولكن ما زالت المحاولة إلى فهد الأنصاري، فهد الأنصاري تنقل إلى فهد عوض، فهد يلعبها وهات وخذ مع الجهة اليسرى وليد علي ويحصل عليها يا سلام يا سلام يا سلام يا الأزرق يا سلام يا الأزرق. كرة إلى بدر المطوع ويلعبها وإلى يوسف، يوسف ناصر كرة معاه وبينقل ويهدي. فاول، هذه فيها إعاقة ولكن حكم اللقاء الياباني عامل تنزيلات اليوم، عامل تنزيلات الحقيقة للأخطاء اللي قاعدة تصير. كرة اللعب تعود إلى المنتخب الكويتي وانطلاقة سريعة إلى الأنصاري يحاول يعتمد على ذاته ولكن كرة ما تعدي، توصل من جديد إلى المنتخب الكويتي يقدم مستوى وأداء، والمحاولة تعود يلعبها ولكن إلى فهد العنزي. هذا فهد، فهدينيو ممكن بيحاول يعدي وترجع مرة ثانية يلعبها أرضية ولكنها ما تمر، رقابة مفروضة عليه. هناك الأخبار تأتي أن المنتخب اللبناني جاء بهدف التعادل، التعادل على منتخب الإمارات. على كل طبعا نتيجة المباراة ما تهم المنتخب الكويتي، فقط تهم المنتخب الكوري. كرة اللعب سقطها أنا برا الملعب، لاحظ حارس المرمى بيتقدم وأكثر من لقطة نشوف حارس المرمى يتقدم، فبالتالي يجب استغلال بكرة ثعلبية، كرة رائعة تأتي خلف حارس المرمى. لاحظ فهد العنزي كان يحاول يسقطها على حارس المرمى اللي كان يلعب على خط الستة ياردة، فبالإمكان إسقاط الكرة. عموما نتيجة مباراة الأخرى ما بين الإمارات ولبنان لا تهم إلا المنتخب الكوري في هذه المواجهة، وتهم طبعا المنتخب اللبناني هناك، لكن المنتخب الكويتي ما تعني ابدا مباراه الامارات ولبنان على اعتبار ان يفوز يوصل الى التصفيات النهائيه، يخسر يودع. كره اللعب توصل ينقلها لكن الكره ما تعدي بيحصل عليها وليد علي، وليد يلعبها الى بدر المطوع، بدر الى وليد، وليد الى الانصاري، فهد الانصاري الكره معاه بيحاول يشوط لكن غير رايه، طلع له فهد العنزي ولكن ما زال يحتفظ، بتروح منه بشكل سهل فهد الانصاري احد الاسماء التي دخلت في المنتخب الكويتي الى جوار طلال نايف ومحمد فريح.
طبعا غياب حسين فاضل الذي سجل هدف الذهاب على منتخب كوريا في مباراة انتهت 1-1. كرة تنقل للمنتخب الكوري وبيحصل عليها حارس المرمى، حارس المرمى نواف الخالدي. جمهور الكويتي يقول اللهم استر مرمى الجسور، اللهم استر مرمى الجسور وامنع الكرات من العبور. هذا ما نتمناه ويتمنى العرب في لقاء اليوم، نواف الخالدي الجسور أن يقوم في دوره ومنع كل المحاولات الكورية. نتحدث عن 25 دقيقة تعادل بدون أهداف، محاولة توصل إلى الوسط إلى المنتخب الكوري الذي يبدو لي حتى الآن لم يبدأ بالعمل بشكل جيد، ونتمنى أن يبقى كذلك. هنا المحاولة ويلعبها تبعد وخطرة، ينظف المنطقة بشكل جيد ويبقى الضغط وتوصل. ويا سلام يا سلام يا فهد، يا سلام على الكماش الدفاعي. فهد عوض بيخلص الكرة الماضية بطريقة رائعة، وهنا الكرة بتبعد لمنتخب الكويت إلى بدر المطوع ليلعبها خلفية لفهد العنزي، ولكن يبدو لي أن هناك مدافع مراقب فهد العنزي وبيخلص الكرة، تعود إلى وسط الميدان إلى فهد عوض. فهد إلى فهد الأنصاري إلى يوسف ناصر، ولكن بيخلصها من أمامه إلى المنتخب الكوري الجنوبي في وسط الملعب مرة ثانية لمنتخب كوريا. مطلوب استغلال أي خطأ لمنتخب كوريا. نعم كرة القدم أخطاء، لا يوجد فريق لا يخطئ، كل الفرق يخطئون، ولكن الخطأ إذا لم يستقل في مثل هذه المباراة متى يستقل؟ هنا كرة في اللعب ويتحصل عليها، يطلعها بيطلعها، برافو برافو الجسور، برافو نواف الخالدي، بيطلع وبيبعدها بالوقت المناسب إلى برا الملعب. قائد منتخب الكويت نواف الخالدي وحارس المرمى إلى فهد عواض. يا سلام حلوة الثقة، يلعبها في المنتصف إلى طلال نايف، طلال نايف يلعب كرة أمامية ولكن بتروح من بدر المطوع إلى الخلف لدفاع المنتخب الكوري الجنوبي، ومنها إلى القائد كواك تاي هوي اللي يعتبر من الأسماء المثالية في منتخب كوريا. كواك تاي هوي تعود الآن للمنتخب الكوري أيضا في الدفاع إلى شوا هيو جين إلى القائد مرة ثانية. طبعا النتيجة هذه من مصلحة المنتخب الكوري، التعادل بدون أهداف أو بأي نتيجة كانت التعادل تنصب من مصلحة المنتخب الكوري. محارب تايبوك يعقوب بتمر وبيلعبها، وراحت وعساها ما ترجع، وما ترجع الكرة مرة ثانية، وعساها ما ترجع. شوف الكوريين، شوف يعني عساها ما ترجع مثل هذه الهجمة مرة ثانية، وعدت في منتهى الخطورة. لاحظ الكرة وكانت قريبة جدا من القائم اليمين، من القائم اليمين للاعب المنتخب الكوري الخطير هان سونغ وون كاد أن يأتي به هدف، وضاعت فرصة للمنتخب الكوري. مرة ثانية بدر المطوع، كرة معاه لكن حكم اللقاء ما يقول فيه شيء، يشتكي بدر المطوع من يعني كثر الرقابة والضرب اللي حاصل عليه إلى لاعب المنتخب الكوري. يرسلها إلى كيم دو هيون، تعود إلى بارك تشو يونغ، ينقلها ناحية اليسار، العرضية ممكن تشكل خطورة، ومحاولة للمرور وبرغبة محمد فريح، برافو محمد فريح بيخلص الكرة الماضية وترجع إلى المنتخب الكوري الذي شن أخطر هجمة وعبرت برا الملعب بسلام على نواف الخالدي عبر المهاجم هان سونغ وون. منتخب الكويت أمام رابع العالم في مونديال 2002،
صاحب أكبر إنجاز عرفته القارة الصفراء المركز الرابع في كأس العالم. لم يصل أي فرق آسيوية إلى هذا المركز. كرة بترجع تعود إلى المنتخب الكوري. محاولة المرور، برافو فهد يلعب بشكل جيد وبيخلص الكرة وإلى طلال نايف. نايف يعكسها إلى بدر المطوع يلعبها إلى فهد ولكن في فاول. فهد العنزي يحصل على فاول، فاول على اللاعب الكوري الجنوبي بارك وون جوي. يقول شادني من شعر، يقول في شد، في تمتع، في تمتع، في شد، في شد من شعر. يشتكي فهد العنزي والكوريين بأي طريقة، بالتمتع، بالشد، بالضرب، يعني الهدف للوصول إلى كأس العالم عبر البوابة التصفيات النهائية كل شيء يعني ممكن يصير. ولكن أتمنى شاهد مباراة جميلة. هنا محاولة خطرة منتخب الكويت، كرة مع شاي يلعبها. الله الله يا بدر، ما فلتت من حارس المرمى، وتسديدة وحلوة ورائعة ولكن طلعت برا ملعب من حارس المرمى يونغ سونغ ريونغ. لاحظ لعبة فهد العنزي ولاحظ الكرة اللي نقلها ناحية اليمين وإلى بدر المطوع. لسعة لسعة لكنها ما دخلت في المرمى، إلى برا ركلة ركنية. حارس المرمى الكوري يتحمل ويتحمل الضربات الكويتية. الآن كرة بتتنفذ وتوصل إلى طلال نايف. فهد عوض شكله راح يعلي، تصطدم وتعود هجمة عكسية للمنتخب. يا سلام يا فهد، حاول تقطعها ولكن كرة بيحاول يحصل عليها لي كيون هو، ينقلها في مكان ناحية اليسار وخطر المنتخب الكوري ولكن بيبعد الكرة بالوقت المناسب وبشكل رائع. دفاع المنتخب الكويتي فهد الأنصاري أو لاعب الوسط فهد الأنصاري. فهد الأنصاري رمية جانبية. هجمات منتخب كوريا الجنوبية بدون شك خطرة جدا. ولاحظ المحاولة لمنتخب كوريا ومحاولة كانت من فهد عوض لإبعادها وهما يعني من أخطأ في عملية اللي يطلعها. يبدو لي مساعد نداء. تعود الكرة إلى المنتخب الكويتي لكنها برا ملعب. رمية تماس للكويت، رمية تماس. منتخب كوريا الجنوبية لم يخسر على هذا الملعب منذ سبتمبر 2010 في مباراة ودية أمام إيران، فعادة في أرضه وبين جمهوره قلما يخسر. ولعب المنتخب الكوري في هذا الملعب راح نتحدث بعد أي فرصة. هنا فاول، فاول على لاعب المنتخب الكوري بارك تشو يونغ. هذه أول مباراة لمنتخب كوريا الجنوبية على هذا الملعب في عام 2012، أول مباراة في عام 2012 في هذا الملعب. فاول لمنتخب الكويت. هناك طلال نايف وبدر المطوع عند التنفيذ. وين راحت اللعب؟ يعني مثل هذه الكرات كنا نشاهد مساعد نداء يشوت ولكن الآن بدر المطوع. والله مساعد موجود وحاضر، كرة يلعبها لكن برا الملعب، كرة بعيدة الحقيقة والمنطقة بعيدة لتنفيذ هذه الكرة، فكانت من الصعب أنها تأتي مباشرة إلى المرمى. من أحد الأسماء الذين سجلوا أهداف كثيرة خارج منطقة 18 وخاصة عندما يلعب خارج أرضه. لاعب فريق القادسية والوكرة القطري سابقا والشباب والنصر السعودي. كرة إلى منتخب كوريا الجنوبية. أحبة المتابعين مشاهدينا في كل مكان، وصلنا دقيقة 34 من أحداث هذا اللقاء. مباراة هامة وفاصلة لمنتخب الكويت. كرة تعود إلى الجهة اليسرى إلى مرور وممكن العطية. برافو برافو
سلامات سلامات للاعب المنتخب الكوري. في هذا الملعب في عام 2011 السنة الماضية لعب المنتخب الكوري في 3 مباريات، فاز في مباراتين على هندوراس وعلى صربيا وتعادل أمام بولندا، وفي كل المباريات كانت تجريبية أو ودية. لعب على هذا الملعب حتى الآن 44 مباراة المنتخب الكوري، فاز في 18 مباراة، تعادل في 12 وخسر في 14 مباراة، يعني ممكن يخسر 14 مباراة خسر من أصل 44 مباراة لعبها، منها 12 تعادل 18 انتصار. هناك الإمارات ولبنان، تعادل 1-1. غوران، ونشاهد أيضا عبد العزيز حمادة وأيضا أسامة حسين. غوران مدرب المنتخب الكويتي واللاعب المنتخب الكوري يعاني من إصابة اللي هو بارك وون جاي، لاعب تشومبوك هيونداي الذي عاد إلى مستوى العالي في العام الماضي واختير بالتالي للمنتخب، ويعد من الأسماء المثالية واختارت الصحافة الكورية ضمن الفريق المثالي. بعدما غاب عن المنتخب في 3 مواسم يعود مرة ثانية. طبعا المنتخب الكوري مع مدربه شوا كوانغ هي داخل مغامرة، يعني ما استعان بأسماء كبيرة احترافية، يعني استعان في لاعبين الدوري الكوري وهم محترفين بطبيعة الحال، فلاعبين المنتخب الكوري والدوري الكوري محترفين. فاول لمنتخب كوريا الجنوبية، انذار لطلال نايف، ثاني انذار لمنتخب الكويت بعد بدر المطوع، انذار بيتحصل عليه بالدقيقة 37. المطلوبة التركيز والحذر من البطاقات الصفر، خاصة أن في المباريات التجريبية الأخيرة آخر مباراتين تجريبيتين أمام الصين وكوريا الشمالية قد تعرض المنتخب الكويتي لحالة طرد وبكرت أحمر، لذلك المنتخب الكوري ربما يلعب على هذا الوتر ويحاول أن ينرفز ويجعل بعض لاعبي المنتخب الكويتي يخرجون من طورهم حتى يحصلون على البطاقة الحمراء. محاولة الآن للمنتخب الكوري يتحصل عليها ناحية اليمين، ولكن أقرب إلى طلال نايف يلعبها وينقلها أمامية، ولكن واضح أن المنتخب الكويتي متراجع، وتصل الكرة إلى المدافع لي يونغ سو، لي جونغ سو لاعب السد، إلى وليد علي بينقلها أمامية إلى المطوع، إلى يوسف ناصر، لكن ما يروض الكرة بالطريقة السليمة وبالتالي تعود إلى المنتخب الكوري، يتحصل عليها لي كيون هو، يلعبها ناحية اليسار إلى هان سونغ وون، وانس يلعبها سونغ هو، ولكن الدفاع أحذر من أي خطأ يا طلال نايف، تعود مرة ثانية وتوصل للمنتخب الكوري وبيشيلها مساعد نداء، وتأتي إلى وليد علي، وليد علي يتعرض لفاول، برافو وليد، يعرف كيف يستفيد من الكرة. فاول لمصلحة المنتخب الكويتي، وليد علي الذي خاض تجربة احترافية خارج الكويت مع فريق استقلال الإيراني، ويعتبر من الأسماء التي اجتازت النادي المئوي مع منتخب الكويت، واليوم كل من لديه يعني داخل النادي المئوي مطلوب عصارة الخبرة، هنا يا سلام يا فهد عوض، أحد الأسماء الخبيرة أيضا في الجانب الدفاعي والذي يحتفل بذكرى ميلاده قبل 3 أيام. هنا محاولة إلى الأنصاري يلعبها، تروح لصاحبها، فهد نعنزي، والدفاع مو مخليه أبدا، بارك وون جاي أبدا متارك فهد العنزي يتحرك في الملعب، مو مخلي فهد العنزي يتحرك في الملعب. رمية جانبية للمنتخب الكويتي، نحن على بعد أحبة المتابعين من 5 دقائق من نهاية أحداث شوط المباراة الأولاني. فهد العنزي لا شيء منتخب الكويت، لا شيء منتخب كوريا الجنوبية.
ركلة ركنية للمنتخب الكويتي، ركلة ركنية وعند التنفيذ بدر المطوع، بدر المطوع راح يلعب الركلة الركنية ولكن بيبعدها دفاع وكان ممكن يتابع عندما ترجع مرة ثانية المنتخب الكويت. طلال نايف، طلال يلعبها وبيرسلها أمامية ولكن ما توصل إلى يوسف ناصر، بشتت دفاع المنتخب الكوري إلى مساعد ندى، تنقل إلى الجهة الخلفية مرة ثانية المنتخب الكويتي إلى الأنصاري، فهد الأنصاري يرجع يستلم مرة ثانية إلى محمد فريح إلى مساعد ندى، بينقلها أمامية توصل تحتها، الله الله يا بدر المطوع، كاد أن يأتي وكرة ارتطمت بظهر يوسف ناصر بالخطأ، راحت على طبق من ذهب، شوف شوف لعبها مساعد ندى، راح شوف ضربت بالخطأ، ضربت بالخطأ والله عاد مسويها عاملها متعمد تكون يكون شيء كبير، يكون شيء كبير اللعب هذه بالظهر بهذه الطريقة، وتحضير بالظهر نعرف تحضير بالصدر بالرأس بالقدم لكن بالظهر صارت صارت مع منتخب الكويت، والمطلوب التركيز الآن، كرة تعود توصل يحاول يلعبها لكنها ما تعدي، برافو فهد عوض يلعب دور بطولي اليوم، فهد عوض بقطع الكرات توصل إلى وليد، وليد برافو وليد، كرة معاه مرة ثانية لكن هذه بتتخلص تعود مرة ثانية لبدر لكن الكرة مقطوعة وبيبعدها، توصل إلى فهد، يا سلام يا فهد، إلى فهد الأنصاري، فهد يحتفظ ويراوغ وبيقدم مستوى رائع جدا منتخب الكويت إلى محمد فريح أحد الأسماء الجديدة اللي بيقدمها المدرب قوران، يلعبها إلى فهد العليزي، فهد العليزي كرة معاه بيحاول يمر وبيلعبها عرضية ولكن الكرة بتقطع، طبعا الجمهور الكوري عارف فهد العليزي وعارف إمكانياته، فبالتالي مجرد ما تصل الكرة الكل يصاب في الهجوم، هنا محاولة ولكن بأحضان حارس المرمى يونغ سونغ ريوك، اثنين واربعين دقيقة انقضت من احداث هذا اللقاء في وسط الملعب المنتخب الكوري، ما زالت هذه النتيجة تخدم المنتخب الكوري، تنقل في وسط الميدان إلى بارك تشو يونغ، بيخلصها وليد علي إلى رمية جانبية، رمية تماس لمنتخب الكويت، شوا يو جين يلعب الكرة ناحية اليمين وفهد عوض يتولى رقابته لكن في فاول، فاول يرتكبه لكيون هو، لكيون هو 40 مباراة مع المنتخب الكوري، 10 أهداف بحوزته وأفضل الأهداف على الإطلاق هو هدف على مرمى المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2010، كرة بالرأس تنفذ ويتحصل عليها كيم دون هيو لكن بالخطأ إلى الأنصاري، فهد الأنصاري يحتفظ يلعبها ساقطة وإلى برا الملعب، حلو من فهد الأنصاري، حلوة من فهد الأنصاري على بعد 30 ياردة حاول يصطاد مرمى يونغ سونغ ريوك، لاحظ الإعادة مرة ثانية ولاحظ التسديدة حاول يسقطها على حارس المرمى، مفاجأة حارس المرمى أحد العناصر المهمة في كرة القدم، وضع حارس المرمى دائما تحت الضغط، ثواني على نهاية الوقت الرسمي من أحداث شوط المباراة الأول، كرة تبعد وتوصل للمنتخب الكوري، شيلها فهد عوض بينهي الخطورة وتلفل في وسط الميدان من طلال نايف إلى بدر المطوع يحتفظ بالكرة، بدر يرسلها إلى الطرف الأيمن ولكن الرقابة مفروضة على فهد دعنزي، نقدر نقول أن المنتخب الكوري قدر يعني الحد من خطورة أطراف المنتخب الكويتي، فهد عوض يحاول بالعمق لكن الكرة ما تعدي، إبعاد من خلال اللاعب بارك تشو يونغ، نلعب بالوقت البديل لاحظ دقيقة واحدة فقط لأن اللعب مستمر ما بين المنتخبين الكوري والكويتي،
كوريا الجنوبية منتخب الكويت، ما في توقفات، اللعب تركيز عالي. هنا منطول المنتخب الكوري، شيلها تساعد ندى وتعود إلى المنتخب الكوري من جديد. كرة بيحاول إلى لي كيون هو، ولكن إلى خارج الملعب. كرة توصل إلى المنتخب الكوري، محاولة للمنتخب الكوري. شواه يون جين إلى الكابتن كواك تاي هوي. وفي هذه الأثناء سيداتي يا نساتي سادتي، يعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين منتخب كوريا ومنتخب الكويت. كنا سنفرح في الأيام العادية عندما نشاهد تعادل ما بين المنتخبين، ولكن على غرام تحريك الهجوم أكثر، لأن التعادل يعني أيضا وداع البطولة. أحبتي المتابعين، نلتقي بكم في الشوط الثاني، إلى اللقاء. أما الآن نعود إلى الاستديو التحليلي لإلقاء مزيد من الأضواء حول الحدث الكروي الهام، وإلى الزميل أحمد خليل، ولكن بعد هذا الفاصل. شكرا للزميل أحمد خليل. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي الجزيرة الرياضية، من جديد نعاود معكم الحديث هنا من ملعب سيول كأس العالم في العاصمة الكورية الجنوبية، لمتابعة أحداث الشوط الثاني لواحدة من أهم المباريات الكروية هذا الأسبوع في العالم. المباراة التي تجمع المنتخب الكوري الجنوبي على أرضه وبين جمهوره في المنتخب الكويتي، في مباراة مصيرية وفاصلة لانتزاع بطاقة التأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم في بلاد السامبا 2014. المنتخب الكويتي والجمهور الكويتي عد الأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني وحتى أجزاء من الثانية منتظراً لهذه المباراة الحاسمة. وفي أحداث شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف، ولكن منتخب الكويت حقيقة قد صال وجال واقترب من المرمى في أكثر من مناسبة، ولكن انتهى الشوط بدون أهداف. نعم، المنتخب الكويتي رفع من سرعة ضربات قلب الجمهور الكوري الجنوبي هنا في سيول، والمنتخب الكوري في استعداده لشوط المباراة الثانية. راح نتحدث عن التشكيلة مرة ثانية بصورة سريعة. المنتخب الكوري بحراسة المرمى يونغ سونغ ريوغ، في الدفاع شوان جين وكواك تاي هو ولي جونغ سو، في خط النص لعب بارك وون جاي وكيم سانغ سيك وكيم دو هيون وهان سونغ وون، في المقدمة لي دونغ بوك وبارك تشو يونغ ولي كيونغ هو. منتخب الكويت بحراسة المرمى نواف الخالدي، في الدفاع فهد عوض ومساعد ندى ويعقوب الطاهر ومحمد فريح، في النص لعب وليد علي وفهد الأنصاري وطلال نايف وفهد العنزي، في المقدمة بدر المطوع ويوسف ناصر. شوط المباراة الثاني، المنتخب الكويتي في لقاء وفي شوط حاسم بالنسبة له، يا يكمل مشواره يا يعود مرة ثانية إلى داره وإلى الكويت خسران. كرة تعود، كل أمنياتنا للمنتخب الكويتي بإذن الله تعالى أن يواصل المشوار وأن يفرح كل الأنصار بوصول إلى التصفيات النهائية بإذن الله تعالى. تعود الكرة إلى منتخب كوريا،
الى فهد العنزي بيحصل عليها فهد. فهد الكرة معاه يلعبها في وسط ميدان الى فهد الانصاري. فهد الانصاري بدوره ينقلها ويعيدها الى الخلف الى المنتخب الكويتي. تراجع مساعد ندى وليد علي. وليد علي لمساعد مرة ثانية بيلعب كرة طويلة للأمام إلى المطوع إلى فهد الأنصاري. يلعبها إلى فهد العنزي ناحية اليمين بالكعب يلعبها لكنها سريعة وإلى برا الملعب. رمية تماس بارك وون جاي يعيد الكرة إلى لي جونغ سو. كرة تنقل مرة ثانية منتخب الكويتي وأقرب إلى الدفاع. مساعد نداء إلى يعقوب الطاهر. يعقوب الطاهر يلعبها أمامية ولكن ما توصل إلى يوسف ناصر. يختفى الآن يوسف كرة معاه بشوت يلعبها. أفواه الكوريين مفتوحة دهشة وكرة لمست العارضة لو نازلة شوي بس. شوف 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 نعم حارس المرمى قاعد يتقدم ولاحظ التسديدة كرة بيمينه ونازلة على المرمى لو داخلة بس شوي لكان أول أهداف اللي قال المنتخب الكويتي. والله عاد منتخب الكويت في سيول قاتل يا مقتول. منتخب الكويت في سيول قاتل أو مقتول إذا جازنا التعبير في هذا اللقاء. ما عنده حل وسط. رمية تماس تعود إلى المنتخب الكوري إلى بارك وون جاي بيلعبها وبيرسلها إلى الجهة الوسطى مرة ثانية إلى هان سونغ وون برا رمية جانبية. اللعب رمية تماس بينزلها يوسف إلى وليد علي ولكن الكرة إلى برا الملعب إلى برا الملعب. هذا جوران ما عنده شيء يخسره في شوط المباراة الثاني. وهذه كرة كانت في منتهى الجمال ومنتهى الإبداع ولكن ما كملت والمرمى الكوري الجنوبي الثاني أجمع كثير المنتخب الكوري بيلعبها ولكن تبعد واسطة الدفاع المنتخب الكويتي. مشاركة وخطأ على اللاعب كواك تاي هوي. لا أعرف لماذا يعني اللقاء خاصة من جانب منتخب الكويت. هناك إدار سريع على بدر المطوع وإدار لطلال نايف بينما لا نشاهد الأمر نفسه يتكرر مع المنتخب الكوري مع الأخطاء اللي قاعدة تحصل. على الرغم أنه يقود هذا اللقاء واحد من أفضل الحكام في الساحة الآسيوية وحصل على المركز الثاني كثاني أفضل حكم آسيوي. كرة تلعب على طول حكم مباراة الياباني إلى فهد العنزي يلعبها ليوسف ناصر. يوسف يلعبها إلى فهد الأنصاري. فهد يلعبها بمقر سليم إلى بحول بدر المطوع وبينقلها ما طلعت ناحية اليسار. كان ممكن يروح ناحية المرمى فهد الأنصاري. ليش هرب؟ ليش هرب في هذا المكان؟ ليش ليش خلاص راحت خطورتها. كان ممكن يعني يدخل يقتحم يوصل لمرمى المنتخب الكوري ولكن فضل أن يعود للخلف وتراجع للمنتخب الكويتي. كرة في الوسط لمنتخب كوريا الجنوبية. يهدي اللعب والمنتخب الكوري يهدي اللعب. هناك مباراة منتخب لبنان والإمارات تعادل 2-2 فبالتالي المنتخب الكوري بالنسبة له هذه مباراة
كذلك حياة أو موت للمنتخب الكوري، لأنه ممكن يطلع، ممكن يغادر. توصل تعادل هناك، كرة تلعب ويلعبها برا الملعب، ركلة مرمى من هان سونغ وون. في لاعب يشترك الان من منتخب كوريا، خروج كيم جون هيون وسلام عسكري للجمهور. على فكره يلعب في فريق الشرطه الكوري، ودخول اذا اللاعب الكوري كي سونغ يونغ لاعب سلتيك الاسكتلندي الذي لم يشركه في البدايه، واعتقد هذا من الاوراق الرابحه جدا للمدرب لما يؤدي من ابداع مع فريق سلتيك. كرة تنقل الان تعود الى فريق الكوري والى برا الملعب. رمية تماس تنفذ من محمد فريح، بيلعبها وتوصل في الوسط. جهة اليسرى لبدر المطوع إلى وليد علي، وليد علي بينقلها وترجع إلى طلال نايف، يلعبها سريعة وإلى برا الملعب. برا الملعب يتركها كواك تاي هوي. لعب المنتخبات العربية ضد منتخب كوريا الجنوبية بحسب إحصاء الفيفا 136 مباراة، فاز العرب في 25 مباراة، تعادل في 47، وخسر 64 مباراة. أكثر فريق عربي هزم منتخب محاربه التايغوك هو منتخب الكويت، فاز عليه 8 مرات، يأتي بعد منتخب السعودي 5 مرات. كرة بالرأس تلعب في الوسط. طبعا الآن الحذر من اللاعب رقم 16 كي سونغ يونغ، مرقولة من الاثنين ولكن أقرب إلى وليد علي اللي بيحصل على الكرة الماضية، وتعود مرة ثانية تسديدة وإبعاد من منتخب الكويت. وليد علي، بدر المطوع ينقلها سريع إلى يوسف ناصر، يوسف يتحصل عليها، يوسف في مواجهة، ولكن اثنين الآن خلاص، اثنين كوريين بيغطون على يوسف ناصر، لكن مع ذلك ينجح يوسف وبيتركها لبدر المطوع، شايف يلعبها، الله يمطوع لو نازله شوي بس ورايحه في اتجاه المرمى. منتخب الكويت افضل، منتخب الكويت افضل في هذا اللقاء، بيهدد الكوريين في دارهم وفي ملعبهم في ملعب سيول، يضع المنتخب الكوري تحت الضغط. ولاحظ هذه التسديده، وليست هي الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه للمنتخب الكويتي عبر هذا اللقاء، ولكن ما ينقص المنتخب الكويتي التركيز، التركيز والتوفيق في هذه المواجهه. كره تنقل الى هان سونغ وون، يلعبها أرضية، ولكن فهد عوض بيتحصل عليه، بيرسلها ناحية وليد علي. وليد علي بمر بمهارة وبقدرة وبيمرر الآن إلى بدر المطوع. بدر المطوع كرة معاه، بيحاول يعدي ويشوت، بيلعبها الآن نفسه ويشوت، لكن بغض الدفاع ترجع المحاولة من جديد إلى وليد علي، بشكله بيشوت ولكن إلى بر الملعب. وليد علي عاد صاحب أهداف وصاحب لقطات غريبة عبر تاريخه الكروي، عنده أهداف جميلة الحقيقة بيسجلها، سجل المنتخب الصين وسجل العديد من الكرات التي لا يتوقعها حارس المرمى، وما يحتاج المنتخب الأزرق اليوم حقيقة إلى هذه النوعية. يطلع لنا لاعب بخالف توقعات الكوريين، إذا كان العين على المطوع وعلى يوسف ناصر، أين الآخرين؟ ممكن نشاهد يعني مبادرة هجومية من عناصر أخرى، مساعد ندى، فهد عوض، محمد فريح مثلا، طاهر، إذا بيشوف عنصر المفاجأة في هذا اللقاء ليربك حسابات دفاع المنتخب الكوري المتكتل، واللي يبدو لي قد حصل على معلومات كافية جدا عن المنتخب الكويتي، واستطاع حتى الآن أن يحد ولو جزء بسيط من الخطورة الكويتية التي لم يتمكن من إيقافها. كرة ملعوبة إلى الوسط إلى يوسف، ولكن كرة ما تعدي،
وبيتحصل عليها منتخب كوريا ناحية اليمين وإلى وليد علي. وليد علي يتعرض للدفع واعتقد هنا كان في دفعة واعتقد في دفعة. يعني احذر يا وليد انك تحتك مع اي لاعب حتى ما تتحصل على بطاقة. ويوسف ناصر يبدو لي انه يقول لك كان لاعب طالع برا المفروض انه طلعها برا. فيعني من الروح الرياضية اخراج الكرة الى برا الملعب وهذا كما يطالبه وليد علي. لاحظ الإعادة مرة ثانية. يوسف ناصر يبدو لي انه تعرض لمخاشنة ولعبة عنيفة كانت من لاعب سلتك لوانكي سونغ يونغ ودخول عنيف بعيدة عن أنظار حكم اللقاء الذي أنذر اثنين من لاعبين للمنتخب الكويتي ولكن لا إنذار لمنتخب كوريا. سلامات إن شاء الله ليوسف ناصر. سلامات ليوسف ناصر أدى مباراة كبيرة واعتقد أن المنتخب الكويتي يقدم واحدة من أقوى وأهم وأرقى المباريات اللي نشاهدها لها بالتصفيات خاصة عندما يتعلق الأمر في الديار الكورية وفي سيول تحديدا. ركلة ركنية ستنفذ مساعد نداء وحديث مع اللاعب اللي قادم من الدكة كي سونغ يونغ ويحاول يحذر الاثنين كي سونغ يونغ ومساعد نداء من أي تدخل أو تداخل بعيد عن الكرة. حكم المباراة إذن التحذير أفضل من استخدام البطاقات من الحكم الياباني يوشي نيشيمورا. نيشيمورا ثاني أفضل حكم آسيا بعد الأوزبكي أبراماتوف. وطاقم تحكيمي ياباني والركلة الركنية الذي يبدو لنا الجمهور يعول عليه شيء كثير جمهور الكوري إن شاء الله يبا خادم برا وتلعب برا برا ركلة برا يجيبها نواف الخالدي من برا وتطلع برا ملعب الى ركلة مرمى. شوا كانغ هي الذي قال ان لاعبين المنتخب الكوري يجب ان ينتصروا في هذه المباراة والا سيكون هو الجيل الاول الذي لا يصل إلى كأس العالم أو لتصفيات النهائية منذ تصفيات 82. عاد 82 منو طلعهم؟ طلعهم منتخب الكويت. منتخب الكويت آخر من عذب المنتخب الكوري، آخر من ذاق مرارة المنتخب الكوري من منتخب الكويتي في مونديال 82. ذلك المونديال الذي لا ينسى يبقى عالق في الأذهان لأنه هو أول مونديال يصل منتخب عربي آسيوي بعد ذلك يفتتح شهية السعوديين ليصلوا للمونديال. ونقول ايضا للمنتخب السعودي وجمهوره هاردك ومبروك لسامبا الخليج المنتخب العماني الوصول الى التصفيات النهائيه وهي حال كره القدم. السؤال هل سيرافق مثلا منتخب الكويتي او المنتخب السعودي؟ لا والله عاد المنتخب الكويتي يؤدي ويفرح جماهير العرب في كل مكان ويحقق انتصار الى جنب المنتخب اللبناني. هنا نتابع وهنا نواف الخالدي. نواف الخالدي يتصدى لهذه المحاولة للاعب بارك تشو يونغ. لاحظ الكرة العرضية ولاحظ المحاولة المنتخب الكوري ولكن بيتصدى لها نواف الخالدي بطريقة جيدة. طايح في أرض الملعب يوسف ناصر. يبدو لي هناك يعني المضايقات ويعني المشاركة. هل سيتابع أم فهد الرشيدي يستعد للدخول؟ فهد الرشيدي هل يكون هو بديل للاعب يوسف ناصر الذي يبدو لي أنه غير قادر على المتابعة جراء ما تعرض من ضرب ومن احتكاك سواء في كرة أو بدون كرة كون أكثر من شكل خطورة على المنتخب الكوري الجنوبي لذلك يدفع ضريبة الإبداع يدفع ضريبة إرعاب المنتخب الكوري الجنوبي لذلك يخرج على النقالة. سلامات ليوسف ناصر. عارضة كوريا الجنوبية تتكلم وتشهد لك. راح يكمل الدكتور عبد المجيد بن ناي يبدو لنا يشيرنا راح يكمل راح يتابع
عارضة الكرة كوريا الجنوبية تحدثت اليوم ليوسف ناصر، لكنه راح يكمل، راح يتحامل على جراحه، راح يتحامل على آلامه من أجل المنتخب الكويتي، من أجل أن يرفع راية المنتخب الكويتي في هذا اللقاء. كل مياتنا معاك يا رزرق، كل مياتنا معاك يا رزرق. اليوم في كوريا في سيول أن تصل إلى الكويت منصور، من سيول منصور كرة اللعب توصل إلى برا الملعب، ما طلعت، في فاول للمنتخب الكويتي. يعود يوسف ناصر لاعب شاب مواليد عام 1990 ويعلق عليه أمال كبيرة الجمهور. كرة ملعوبة على المنتخب الكويتي إلى فهد دعنز، لكن ما تمر، تعود إلى يوسف ولكنها تبعد من أمامه إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية يطلعها هان سونغ وونغ، يتركها إلى حمد الفريح، حمد الفريح، حمد يلعبها إلى يوسف، ومن يوسف إلى بر الملعب رمية جانبية. هذا هو يوسف ناصر، رمية تماس اللعب للمنتخب الكوري الجنوبي، بيلعبها ولكنها تصل إلى الوسط إلى طلال نايف، طلال يلعبها يتركها في الوسط إلى فهد الأنصاري، فهد الأنصاري إلى فهد عوض، فهد عوض يأخذ مساحة ويبحث عن زميل ولكن يمررها إلى وليد علي، وليد علي بالكعب حلوة، تعودنا مرة ثانية وتفاهم جميل إلى يوسف ناصر، كرة مع يوسف جايد يلعبها، الله حلوة من يوسف، حلوة من يوسف ناصر، ولكن كرته تطلع برا الملعب. يبقى عارضة كوريا الجنوبية تكلمت كويتي اليوم، عارضة كوريا الجنوبية تكلمت كويتي من كرة آلمها يوسف ناصر، ولو كانت نازلة أو على الأقل لو كانت العارضة دافع الكرة للشبك ولكنها ارتدت للملعب. الكرة مرة ثانية إلى منتخب الكويت، الدقائق تمر، الثواني تمر، وكل ذلك ليس من مصلحة. يا سلام على الكعب، يا سلام على بدر المطوع، بدر بيحاول وينقلها وتطلع كورنر، 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 تفاهم ثنائي ما بين يوسف ناصر وبدر المطوع، وكاد أن يجعل مرمى المنتخب الكوري يولع، كاد أن يخلي المرمى الكوري يولع، المطوع ممكن يولع، المطوع ممكن يولع اللعب عالية وتروح ناحية اليسار، خطرة شوت يحاول يعدي ويتقدم وليد علي ومن زاوية صعبة، الله يا وليد، الله يا وليد، والكل الجمهور يبي فرصة جديدة للمنتخب في التصفيات النهائية، يبي ينولد من جديد مع وليد في تصفيات نهائية المنتخب الكويت. راح نشوف هنا الكرة تلعب في وسط الميدان وتنقل إلى يلعبها، حولها ناحية اليمين، بيحاول يمر، يطلعها وليد، عفوا هو فهد العنزي، فهد العنزي في تبديل ثاني لمنتخب كوريا، راح يدخل مهاجم كيم شين ووك ويطلع ايضا لاعب نزعه هجوميه هان سونغ وون، لاعب فريق اولسان هيونداي، هذا اللي ظهر امامنا بيشترك، يعتبر حقيقه وحش كروي في ارض الملعب كما يسمى هناك في كوريا الجنوبيه، لاعب صاحب طول وصاحب بنيه جسمانيه هائله. هدف حقيقة على نواف الخالدي ومدرب المنتخب الكوري شواك كونغ هي، عرف كيف يتعامل مع المباراة، ويا لها من مرارة، يا لها من حسرة، يا له من قهر، والله العظيم قاعد نشوف هذا الشيء
شيء يعني مو طبيعي مو طبيعي. لاحظ التمريرة ولاحظ الكرة من خطأ الحريقة من فهد عوض اللي مررها بالطب بالأساس، وبعد ذلك جاءت إلى اللاعب الذي أنهاها لي دونغ هوك لاعب تشومبوك هيونداي ويضع التقدم، ولكن الأمل ما انتهى، الأمل ما انتهى، لكن العملية أصبحت صعبة. عليه يسجل هدفين منتخب الكويت، عليه أن يسجل هدفين، هدف دقيقة 56، هدف دقيقة 56 يضعف من أمال الكويت، ولكن لا ينهيها، لا ينهيها. كرة توصل تعود إلى المنتخب الكوري، كي سونغ يونغ ينقلها ناحية اليمين ويشيلها وليد علي، يطلعها برا ملعب. الآن غوران، الآن غوران يشرك حمد العنزي، مهاجم حمد العنزي، وبيغادر طلال نايف. لا وقت طبعا لعدم المغامرة، فهي مغامرة الآن، دخول حمد العنزي لاعب مهاجم وإخراج لاعب خط النص طلال نايف، بالتالي المحاولة الآن لتسجيل هدف، فمباراة يعني لازم يغامر الأزرق، وهي سلاح ذو حدين، راح طبعا يخلف ثغرات دفاعية، راح نشوف وراح نتابع المنتخب الكويتي لفهد العنزي. الكرة مع فهد بيلعبها وبيحاول، الأمل موجود والوقت موجود وأيضا الاحتمالات واردة، هدف مقدور عليه في عالم كرة القدم، لا يأس مع الكرة. كرة تعود إلى فهد العنزي، فهد بيحاول يمر ولكن مضايقة ثنائية تطول من الكرة، تأتي من جديد إلى اللاعب اللي هو كي سونغ يونغ وترجع إلى دفاع المنتخب الكوري، بيلعبها أمامية، محاولة جديدة للمنتخب الكوري الجنوبي، يلعبها بينية ويا سلام، يا سلام عليك يا الجسور، يا سلام يا نواف الخاطي، يا سلام عليك، بينقذ مرمى المنتخب الكويتي من اللاعب لي كيون هو المهاجم الخطير جدا، وبالتالي تضيع فرصة لهدف ثاني لمنتخب كوريا الجنوبية، هدف ثاني لمنتخب كوريا الجنوبية، والنتيجة 1 كوريا لا شيء منتخب الكويت، 1 لا شيء لمنتخب الكويت. في محاولات قائمة منتخب الكويتي الآن، يحاول يمر ويتعرض لإعاقة، ومع ذلك حكم المباراة يقول لا وجود لخطأ، تنطلق الكرة من جديد وإلى برا الملعب. المنتخب الكويتي إذا أراد أن يتأهل عليه أن يلبس بشت عباءة الرجال اللي قادوا منتخب الكويت لبلاد الأندلس سنة 1982، لأنهم تسلحوا بحب الوطن، فلامس الكويتيين والعرب حلم الواقع، فلذلك الآن عليهم أن يلعبون بتفاني بإخلاص، لا ييأسون من الهدف هذا ولا يقلل من حماسهم ولا أيضا يقل من العزيمة، وفي الإرادة ممكن أن يأتي كل شيء. هناك في المباراة الأخرى يتقدم المنتخب الإماراتي على لبنان 3-2، طبعا هذه النتيجة لا تعني إلا الكوريين في حالة الخسارة فقط ينظرون لها، ما ينظرون الآن، هم متقدمين، حتى التعادل بنفس طعم الانتصار بالنسبة لكوريا. تعود الآن للكوريين، المعنويات ارتفعت، ووليد علي بيلعبها وترسل في وسط ميدان لفهد الأنصاري، فهد بيحاول المرور ولكن واجه 3 من اللاعبين الكوريين، محاولة لكن هنا إعاقة وفاول لمنتخب الكويت. بدر المطوع، فهد الأنصاري، بدر المطوع مرة ثانية بيحاول يمر لكن واجه أيضا التغطية، وبتلعب الكرة الآن أمامية ولكن أقرب إلى حارس المرمى. على منتخب الكويتي خلال 20 دقيقة المتبقية أن يسجل هدفين إذا أراد
أن يصل إلى التصفيات الحاسمة. بالرأس تتنفذ، يحاول منتخب الكوري تأمين نفسه ويسجل هدف ثاني، ولكن الكرة ما تعديه، ومرور ويتقدم ويلعبها. والله سووها بحارب التايجوك، سووها بحارب التايجوك، وهدف ثاني للاعب ليك يونهو. يا اخي ابتسم على الاقل، فريقك حاط جولين. ليك يونهو يزيد من آلام الكويتيين والعرب ويسجل الهدف الثاني، هدف اللقاء الثاني على منتخب الكويت. نواف الخالدي اللاعب لفريق أولسان، لاحظ الكرة مرة ثانية، لاحظ انزلت بالخطأ، وهذه المنطقة منطقة مناورات، وسجلها على يسار نواف الخالدي، والهدف الثاني يأتي على منتخب الكويت. الهدف الثاني على منتخب الكويت. اثنين لا شيء، اثنين لا شيء للمنتخب الكوري الجنوبي. كرة إلى منتخب كوريا، يحاول وتسديدة ولكنها برا الملعب، برا الملعب، تسديدة عن بعد من لاعب بارك تشو يونغ. انتكاسة حدثت لمنتخب الكويت في شوط المباراة الثاني، لم يستقل الصحوة في الشوط الأول، كان هو الأفضل وكان هو الأقرب للتسجيل، ولكن هي كرة القدم لا تعترف إلا بمن يهز الشباك، وبالتالي الكوريين عرفوا كيف يهزون الشباك في شوط المباراة الثاني، ولكن العارضة لم تبتسم لمنتخب الكويت. هنا محاولة وتوصل لوليد، إنما الراية أيضا تحرم طموح وليد علي في هذه الكرة. إذن في هذه المباراة يتقدم المنتخب الكوري الجنوبي على أرضه بهدفين، بذلك يعطي الاطمئنان للمنتخب اللبناني الذي هو خسران من المنتخب الكوري الجنوبي، بفضل طبعا اللي يتأهل بفضل الكوريين اللي ساندوه وساندونا أنفسهم طبعا حتى الآن، وبطبيعة الحال الكل يعني عزائنا إذا ما وصل المنتخب الكويتي إلى جوار شقيقة اللبناني، كل العرب سيقفون خلف لبنان في التصفيات الحاسمة. هناك محاولات ونحن نلعب بالدقيقة 73، والأمنيات تبقى على أرض الواقع موجودة، ولكن صعبة، شبه مستحيلة، ممكن سمها مثل ما سميت، لكن ممكن ثلاثة يسجلها، تحتاج دقائق مجنونة، تحتاج دقائق مجنونة حتى يأتي ثلاثة أهداف كويتية على منتخب كوريا الجنوبية في كوريا. ما صارت من قبل، ولكن كل شيء يصير بكرة القدم في كوريا الجنوبية، ما صارت ثلاثة أهداف كويتية. عموماً إلى برا الملعب، تتنفذ المنتخب الكويتي ولكنها تبعد، وتوصل ليعقوب الطاهر إلى محمد فريح، فهد الأنصاري، فهد العنزي، هذه فاول واضح، فاول واضح لمنتخب الكويت، فاول لفهد العنزي، الخطأ على لاعب المنتخب الذي دخل بالشوط الثاني لواء كي سونغ يون. ماذا يفكر في جوران؟ أعتقد هو الآن في أسوأ أوقات التدريبية مع منتخب الكويت، أسوأ أوقات التدريبية مع منتخب الكويت، باقي ربع ساعة وفي كوريا وخسران اثنين لا شيء، يحتاج إلى مجهود كبير ومضاعف من اللاعبين لتحقيق إنجاز. ما تعرض المنتخب الكويتي من ضغوطات حكم اللقاء الذي يرجعها، يرجع تنفيذ الكرة مرة ثانية، ويبدو لي هناك يعني احتكاك
ساعد نداء، خذ بالك الامل لم يفقد بعد، فاي يعني البطاقه او طرد ممكن ياثر. مساعد نداء الذي اشترك، وسلامات للاعب الكوري لي جونغ سو الذي ساقط على ارض الملعب، لاعب فريق السد القطري. لاحظ اثنين يعني المشاهده، هو يعني اسقط نفسه عاديه جدا، لا يمكن ان يطيح بهذه الطريقه ويسقط بهذه الشاكله، لكن حكم اللقاء يعني راح يتصرف ان شاء الله بحكمه، ولكن ماذا يعمل؟ انذار اصفر، يلا ماشي ماشي، انذار اصفر. والمباراة إذا بالدقيقة 76 أحبتي المتابعين، معنا الاثنين مشتركين في اللعبة الماضية، لاعب السد القطري الولي جونغسو و اللي هو مساعد نداء، لكن مساعد نداء هو اللي يدفع ضريبة سقوط اللاعب وتمثيله بالإصابة الذي يتابع الآن اللعب. طبعا هذا اللاعب يعتبر هو الخبير في الشؤون الخليجية كونه يلعب في السد القطري، وبالتالي هو الذي يدعم لاعبينه وزملائه بمعلومات حول فريق المنتخب الكويتي لقربه من وجوده في الخليج حاليا. يبدو لي ان يوسف ناصر خلاص لن يستطيع متابعه اللعب نتيجه الاصابه، تحامل على يعني مصابه، ولكن للصبر حدود، واعتقد ان حال الان تبديلا ليستفيد من المنتخب، ما زال هو في بدايه مشواره لاعب وشاب صغير، وهي حال كره القدم سلسله متواصله لا تنقطع ابدا، كره ثابته. عبد العزيز المشحان يشترك مكان يوسف ناصر، تبديل اجباري مع الدقيقة 77. سلامات ليوسف ناصر، كرة اللعب توصل للمنتخب الكوري يطلعها. وتنقل الكرة إلى الجهة اليمنى. وتعود إلى دفاع المنتخب الكوري، هجمة عكسية مرتدة. عبد العزيز المشحان حصل على فاول، يحصل على فاول عبد العزيز المشحان لاعب نادي القادسية. تبديل آخر لمنتخب كوريا، كيم جاي سونغ لاعب سانجو الكوري الجنوبي، يخرج لاعب المنتخب الكوري ونجم الفريق الى خارج ملعب الوكيب سونغ سيك. كرة اللعب وبيحاول فيها الان، ومحاولة لكن الكرة مقطوعة، وهجمة عكسية لمنتخب كوريا الجنوبية عبر الطرف الايمن لشوا هيون جين. هيو يحاول يعدي الكرة، ما زالت لاعب سريع ويطلها ويحطها، القائم القائم يمنع الهدف، يمنع الهدف الثالث القائم لمنتخب كوريا. حكم المساعد الياباني ما رفع الراية، المساعد الثاني اللي هو أكاني ياغي. عموما الكرة تنقل إلى المنتخب الكويت وإلى فهد عوض. المساعد ندى بشتت، إلى بدر المطوع، فاول لمنتخب الكويت، والإنذار يظهر أخيرا للمنتخب الكوري عندما تقدم بهدفين مقابل لا شيء. يأتي مع الإنذار الأول في هذا اللقاء للاعب كيم شين ووك لاعب أولسان. تعود الكرة إلى المنتخب الكويتي، ومشاركة واحتكاك وفاول، دخول في عنف، وايضا ياتي الانذار. فهد الانصاري ينال انذار لا يداعي الاعتراض، خلاص ما تعترض. حكم مباراة يعني اعطى، حاول انك تعبر عن غضبك، يعني وضعية الحقيقة ما نقدر نلوم اللاعبين، هي مباراة بالنسبة لهم مباراة العمر،
مباراة كان الكل يحلم فيها، الجمهور الكويتي ينتظر ساعات والأيام والدقائق، ينتظر هذه المباراة على حرم الجمر. يعني تأتي خسارة مثل هذه وفي الديار الكورية، يعني الأمر محزن جدا. اللاعبين هم اللي جابوا أنفسهم الحقيقة، خسارة من لبنان داخل الكويت، تعادل مع كوريا الجنوبية في الكويت، كل هذه كان ممكن يلعبون هذه المباراة تحصيل حاصل، ولكن هي النهاية التي لم تكن سعيدة، والسيناريو الذي تهاون فيه المنتخب الكويتي عبر مسيرته في هذه البطولة. النقاط المهدرة في البطولة يعني تعادل مع لبنان، هناك في لبنان 2-2، خسارته من لبنان وين في الكويت 1-0، وخسارة نقطتين من كوريا بتعادلة 1-1 على الرغم من يعني المآخذ التي حصلت من جانب التحكيم، وبالتالي وضع نفسه في مأزق، وهي كرة القدم من يضع نفسه في مأزق عليه انه يخلص نفسه، لكن المنتخب الكويتي لم يستطيع خلاص نفسه، لان الحظ العاثر وضع في مباراة أخيرة في منتخب كوريا وفي دارة وأجواء باردة والأمور كثيرة. عموما تأتي محاولات في المنتخب الكوري يحاول لعبها الآن، ولكن أضرب إلى حارس المرمى نواف الخالدي، إلى نواف الخالدي اللاعب لي دونغ كوك. كانت محاولة من لي كيون هو، فهد الأنصاري، شوا كانغ هي، المدرب الصامت الذي لم يحرك ساكنا، وفريقه سجلوا هدفين ما ابتسم، ملامحه مثل ما هي ما تغيرت. مو مهم، مهم ان فريقه ينتصر، هو اللي يتمنى جمهوره. يعني مباراة الذهاب مدرب المنتخب الكوري السابق قال واجهنا منتخب الكويت وجهنم، على اعتبار اللاعب في درجة حرارة كبيرة. أنستين الآن نحن بالنقيض، إذا كان مدرب وكان المنتخب الكوري واجه الكويت ونار جهنم كما وصف مدرب بحسب قوله، نحن واجهنا البرودة وواجه المنتخب الكويتي العربي البرودة في هذه، لكن يعني هو ليس بعذر، بطبيعة الحال المباراة تأتي بدرجة حرارة 5، هذه الأهداف التي تشاهدونها للمنتخب الكوري الذي من خلالها سيصل إلى التصفيات الحاسمة فيما إذا انتهت 7 دقائق الأخيرة بسلام على منتخب كوريا. لا نأمل أن تكون كذلك، ولكن هي الأمور صعبة جدا لمنتخب الكويت في مواجهة شمشون الكوري. إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، فهد عوض يحاول يمر، توصل في وسط الميدان للمنتخب الكويتي المطوع، محمد الفريح، حاول وليد علي المرور ولكنها تقرب إلى منتخب كوريا الجنوبية، هجمة عكسية لكن ما تمر. وهناك خطأ يبدو لمنتخب كوريا الجنوبية، نشاهد الإعادة مرة ثانية. حول المنتخب الكويت تنفذ، وليد علي يتعرض لضربة باليد، والإعاقة كانت من هذا اللاعب شوا هيو جين، اللاعب الذي حقق كل الألقاب المحلية في كوريا الجنوبية من دوري وكاس ودوري الأبطال كذلك على مستوى القارة، واختير من الأسماء في الفريق المثالي في الدوري الكوري. يبدو لي أن المنتخب الكوري ومدربه شوا كانغ هي
نجح بالرهان على لاعبين الدوري الكوري. لاعبي الدوري الكوري يهزمون لاعبي الدوري الكويتي، وشتان ما بين الدوريين، شتان ما بين الدوري الكويتي والدوري الكوري. كرة توصل إلى فهد عوض، فهد يحاول ويتقدم ولكن إلى دفاع المنتخب الكوري. نلعب الدقيقة الآن 86، في وسط الملعب للمنتخب الكويت بالكعب. مرة ثانية يحاول إلى فهد العنزي، نزلها يلعبها لحمد العنزي. فهد وحمد في اللقطة الماضية، طبعا حتى 2-1 و2-2 ما تخدم المنتخب الكويتي، لازم يفوز 3-2 إذا أراد أن يصل. 3-2 هي النتيجة الوحيدة، أو فوز عموما، أي نتيجة. كرة اللعب توصل إلى المنتخب الكوري وتعود إلى منتخب الكويت، إلى فهد أنصاري. فهد أنصاري في وسط الميدان إلى عبد العزيز المشعان. يتأخر عبد العزيز باحتفاظ بالكرة، يعني الآن لازم لعبتين أو الثالثة تكون خلاص عند الهجوم، هجوم منتخب الكويت إذا أراد أن تحصل معجزة في كرة القدم وأن يفعلها المنتخب الكويتي كما فعلها على الكوريين، جيل الكبار اللي طبعا هم الآن الغائبين بداعي الاعتزال، الغائبين عن منتخب الكويت بداعي الاعتزال. عبد العزيز العنبري، فيصل الدخيل، جاسم يعقوب، فتحي كميل، الغانم البلوشي، الحوطي، محمود جمعة، عبد الله معيوف، احمد طرابلسي، القائمه طويله، كلهم غايبين بداعي الاعتزال. كره اللعب توصل الى فهد العنزي وتلعب على طول، ولكن اقرب الى حارس مرمى يونغ سونغ ريوك. بيتحصل عليها 87 دقيقة أو 88 الآن. تعود إلى المنتخب الكويت، لكن الكرة ما تعدي، توصل من جديد. محاولة للمرور، عبد العزيز المشعان بينقل الكرة أمامية إلى العنزي. العنزي وهنا الفاول، فاول في دقيقة 88، فاول الحكم يعني بسم الله ما شاء الله. الآن بدأت الفاولات، نتيجة 2-0، الفاولات موجودة، يعني الآن يحتاج إلى 3 أهداف، مع أن هناك في الشوط الأول كان في أخطاء، يعني كان بالإمكان أن نشاهد، لكن الآن الإنذار ظهر للمنتخب الكوري عندما كان متقدم 2. فاول في هذه المنطقة أيضا يأتي للمنتخب الكويتي وهو متقدم المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين. كان في إعاقة لبدر المطوع في الشوط الأول، تبقى يعني أنت كمشاهد تعاين وتقرر فيما إذا كان هناك يستحق إنذار للتمثيل أو هي ركلة جزاء. عموما كرة ثابتة لمساعد ندى، راح تأتي الكرة الثابتة. مساعد ندى بيلعبها ويحطها لكنها برا الملعب، برا الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى للمنتخب الكوري الجنوبي. لاحظ الإعادة، وكانت محاولة لتسجيل هدف في الدقيقة 89، إنما الكرة بتغادر إلى ركلة مرمى. إذن اليوم 29 فبراير هي السنة الكبيسة، هي الكبيسة وبينكبس فيها المنتخب الكويتي الحقيقة في هذه المباراة في كوريا. وتعود إلى الجهة اليسرى لمنتخب كوريا، يحاول يعدي ويتقدم، إنما يحاول الاستفادة من وقت المباراة، يحاول يستهلك وقت المباراة. على يعقوب الطاهر مشاركته على قدم اللاعب كي سونغ يونغ، لا
لاعب سلتك وروح رياضية عالية أيضا بيعتذر، حاول يبعد تقدمه فريق سلتك المتصدر الدوري الاسكتلندي أيضا بفضل خصم 10 نقاط من رينجرز الذي أعلن إفلاسه. هنا الكرة الثابتة لفريق المنتخب الكوري للعب شيلة دفاع، إلى حارس المرمى بينقل الكرة أمامية، نلعب الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع، انقضت الدقيقة. حمد العنزي الذي اشترك في أحداث شوط المباراة الثاني، عبد العزيز المشعار، وإلى خارج ملعب رمية تماس، تنفذ الكرة إلى المنتخب الكويتي، ولكن هنا سيطرة دفاعية وتمكن دفاعي للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة الثانية اللي داخلين عليها من أحداث الشوط الثاني. انطلاقة للمنتخب الكوري لثالث الأهداف، ولكن يعقوب الطاهر يمنع طموح الكوريين بثالث الأهداف. حمد العنزي يلعبها ناحية اليمين إلى وليد، لكن ما تمر، والطول الكرة توصل في المنتصف، ويغير اللعب الآن عبر الجهة اليمنى للاعب لي كيون هو بيمرر، ولكنها إلى بر الملعب. رمية تماس للمنتخب الكويت، دقيقتين من الوقت بدل ضايع، داخلين على الدقيقة الثالثة. خلاص نقدر نقول مبروك لمنتخب لبنان وصوله إلى التصفيات النهائية، وكذلك مبروك للكوريين لمرافقة اللبنانيين. وهارد لك للمنتخب الكويتي على الهزيمة من المنتخب الكوري، وكان هو الأفضل في أحداث شوط المباراة الأول، ولكن بدون أي فائدة أو ترجمة للأفضلية في أهداف، وكان ينقصنا لاعب فعلا هداف ينهي. والعارضة وقفت أمام طموح يوسف ناصر الذي كان قائدا ونجم ومحارب كويتي مخلص في أرض الملعب، ولكن الحظوظ لم تسانده. كذلك قام وأدوا أداء كبير لاعبي المنتخب الكويتي، لا نستطيع أن نقول أن أداء يعني هزيل خروج، وإن كان يفترض أن يصل المنتخب، لكن نقدر نقول خسارة بشرف، ولم يكن هو حلقة ضعيفة في اللقاء عندما خسر هذه المواجهة. هي كرة القدم، الفوز والتعادل والخسارة متواجدين، كرة اللعب بيبعدها الدفاع، تصل إلى عبد العزيز المشعال، ترسل إلى بدر المطوع، إلى عبد العزيز المشعال مرة ثانية، ومنه إلى بدر المطوع، وبيلعب الكرة في محاولة للوصول إلى هدف شرفي. وأعلن سيداتي أنساتي سادتي حكم اللقاء الياباني معلن لنهاية أحداث هذا اللقاء، الحكم نيشيمورا. إذن انتهت المباراة بكل ما فيها من مظاهر الفرح للكوريين، بكل ما فيها من مظاهر الحزن للكويتيين، فهو المكسب للمنتخب الكوري الذي حققه ويعيش الآن فرحته ونشوته، والهزيمة المريرة التي ألمت في الكويتيين في هذا اللقاء ومنتخب الكويت. مثل هذه الأحداث لا يجب أن يقف عند الاتحاد مكتوف الأيدي، ينبغي وضع النقاط على الحروف وتحت المجهر. خروج مؤسف للمنتخب الكويتي بينما كان هو الأقوى في فترات طويلة من هذه المنافسات. إذا نقول مبروك للبنانيين الوصول رفقة المنتخب الكوري، هارد لك لمنتخب الكويت الوطني. أحبتي المتابعين، إلى أن نلتقي بكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، أترككم بحفظ الله ورعايته. أما الآن نعود إلى الاستديو التحليلي وإلى الزميل أحمد خليل، ولكن بعد هذا الفاصل.